انا مش بكلم كل الناس كده، بقول ان في كتير مننا ما ياخدوش بالهم وبيبصوا على الكلام ده يعمل ايه. تصوروا ان احنا لو انا هكسب نتيجه اللي انا بعمله ده، مش انا راجل بشتغل يعني، بس من ضمن احتمالات اللي انا بعمله ده ان البلد دي تتخرب ونجيل بكل حاجه، الفلوس بره وانا هسافر بعدها على طول ومفيش مشكله يعني. بس انت اوعى تفتكر ان الموضوع انتهى كده، انت مش فاهم حاجه، انت مش عارف ان ليها رب، والرب ده قادر على انه يحل المساله. مين؟ ربنا. ولا اي يوم في اللي فات كان عندي شك والله العظيم، واسالوا الحكومه لما كنت تقعد واضحك اقول لهم بكره تتحل بفضل الله سبحانه وتعالى. بفضل مين؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. ودايما كل ما استقامتنا تزيد وامانتنا تزيد وشرفنا يزيد هيبقى الفضل اكبر والكرم اكبر معانا كلنا. فكان لازم اقول لكم الكلمتين دول، عشان مش عشان اقيم حجه ولا حاجه. بعضهم يتصور ان انا ممكن لما ننجح كلنا نطلع بصدرنا، ولما يحصل مشكله نتدارى. لا 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 لا، انا ان شاء الله ما بتداراش ابدا. لا لا، انا بعمل اقصى ما في عندي، ان وفقت فده فضل الله، وما وفقتش العيب عندي، وتحمل المسؤوليه امام الله. امام الله.